فهمت. انا شفت واحده اعرفها، شفت ان يعني الست اللي انا اعرفها دي، شفت ان انا سافرت بره وبنتي معايا، وان الست دي فتحت كوافير مع ان هي ما عندهاش كوافير يعني في الاصل ولا حاجه، نعم. وانها جايبه واحده معاها بتشغلها يعني في الكوافير ده، وان بنتي وواحده تانية رايحين عشان يعملوا يقصوا شعرهم قصه حلوه ويعملوه عندها، وانا ما رحتش يعني وكده، وانا كنت قاعده، وبعدين بعدها هيروحوا علشان يجيبوا ينزلوا يشتروا هدوم ويشتروا حاجات. بنت حضرتك 23 24 سنة كده؟ نعم بنت حضرتك سن 23 24؟ ايوه ما شاء الله. طيب كان جالها الفترة اللي فاتت ديت حد وحضرتك حسيتي ان هو مش كويس؟ ايوه مش مناسب يعني، هو كويس بس مش مناسب. بالظبط كده. ان شاء الله رب العالمين بشريها بخير ان شاء الله رب العالمين. بلاش تشغل بالها ان اللي جه دوت كان ممكن يكون انسان كويس ومناسب ليها، عشان هي كل شويه تزن عليه. تمام. لا ما بتزنش ولا حاجه. لكن لا بتزن ان هي يعني عايزه بقى ترتبط، انت فاهمه؟ لكن انا عايزك تقولي لها ايوه فعلا. انا عايز اللي انا عايز اقول ان هي قولي لها اصبري شويه، خطابك كتير. ها معايا مدام هدى؟ خطابها كتير، وان شاء الله رب العالمين ربنا سوف يرزقها بخطيب ابن حلال وطيب وكويس ان شاء الله رب العالمين، وهتروح الكوافير وتعمل قصه كويسه وتتخطب، ويكون ليله خطوبتها وزفافها، وان شاء الله برضه زي ما قلت لك هتلاقيه المره الجايه ان شاء الله مناسب، لان صاحبتها المسيحيه، ويمكن انا قلت دوت هيكون ليها نصر وخير ان شاء الله رب العالمين. واسال الله سبحانه وتعالى ان يزوج بناتنا وابناءنا يا رب العالمين، وانا اللي اكتب لهم الكتاب كله ان شاء الله. طيب.